بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمتين ونص. دايما بيقولوا في النشرات وفي البرامج، زي مثلا ما بقول أنا في البرنامج، إن في حرب أهلية، ويقولك دي سيفل وور، يعني ما بين الناس وبعضها، يعني أهلية يعني ما بين أهل البلد أو أهل المدينة. ودايما بيتهموا أفريقيا، ومثلا يقولك في العالم العربي في حروب أهلية، بس حقيقة التاريخ بيعلمنا برضو حاجات تانية. بيقول لك والله الأمريكان دول اللي انت طالع بيهم القلعة وعمال تقول ترامب وبوش وأوباما والعالم والحضارة والمش عارف ايه، كل الكلام ده صحيح، ان هم دلوقتي بقوا أهل حضارة، لكن حضارة حقيقة ادمنت على دماء كتير. أولا انت متعرفش ربما أو تعرف ان بريطانيا كانت محتلة أمريكا، تعرف حكاية دي؟ يعني أصلا الإمبراطورية البريطانية كانت ممتدة لحد أمريكا وكندا، بعدين دي ممكن نبقى نتكلم عليها في حلقة ولا حاجة. ولما قامت لما الأمريكان وقفوا علشان يواجهوا بريطانيا، البريطانيين ولعوا لهم في البيت الرئاسة. تعرف البيت الرئاسة ده؟ البيت الأبيض ده كان اسمه بيت الرئاسة، لكن مش دي الحكاية. بحكي لك أنا حكاية البيت الأبيض بس عاوزك تفكر فيها، ربما تطلع تعرف سبب إن هم سموه البيت الأبيض ليه. لكن على اي حال خلصت الحرب البريطانيه ومشي الجماعه البريطانيين من امريكا، وبدات امريكا تمشي بقى في حالها، تقسمت الى ولايات، ولايات شمال وولايات جنوب. ولايات الجنوب كان فيها الرقيق والعبيد، كان الجماعه الجنوبيين بيعتمدوا على الرقيق في كل حاجه، في المهن وفي الزراعه، وخصوصا زراعه القمح اللي كانوا بيصدروه حتى جزء منه لأوروبا، وبنوا ثروتهم بناء على هذا. في الشمال لا، كان شمال صناعي. اللي حصل في سنة 1860 في راجل من الشمال اسمه أبراهام لينكولن نجح في الانتخابات. أبراهام كان برنامجه الانتخابي انه ايه؟ يزيل حكاية العبيد دي، يعني يلغي العبودية، هو وجماعة الشماليين. الشماليين كان عاوزين يخلوا الناس تبقى كويسة مع بعضها، ما فيش حاجة اسمها رقة، ما فيش حاجة اسمها عبودية. الجنوبيين قال لك يا عم انت بتقطع عيشنا، لان احنا معتمدين ايه عليهم في كل حاجة. قام الجنوبيين وكانوا 11 ولاية، وكانوا سمين نفسهم الكونفدرالية. 11 ولاية دول انتفضوا بمجرد ما تم انتخاب أبراهام لينكولن، بيسموه محرر العبيد. ال11 انتفضوا ضد ال20 ولاية، والحرب يا باشا في أمريكا. ها في أمريكا، ها انت فاكر ان أمريكا دول ناس متحضرة وبتاع، دول ناس كويسة ومش عارف ايه؟ لا، ده كانت حرب فيها يعني حرب للركب، يعني 5 سنين، اول 4 وشوية، يعني من 1761 الى 1765. دق يا مؤمن، جيش الشمال فيه 2 مليون وشوية، وجيش الجنوب فيه 1 مليون وشوية، وتنهم يلحوا ببعض، ومعارك هنا وهنا 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 وهنا. موتوا كام يا معلم؟ الروايات بتقول من 700,000 الى 1,000,000. يا نهار ابيض. طب انت عارف الحرب اللبنانية اللي بدأت في 75 وانتهت في 90، راح ضحيتها 120,000 تقريبا، حاجة زي كده. يعني في أمريكا في 4 سنين وشوية الحرب الأهلية الأمريكية طيرت في سكتها 1,000,000. المهم أنه في 9 أبريل 1865 استسلم الجنوبيين، في 10 مايو يعني بعد منهم شهر تم اعتقال رئيس الكونفدرالية، اللي هو رئيس الكونفدرالية الجنوبية اللي كانت بتوع العبيد. في ديسمبر 1865 تم تصديق على قانون منع العبودية. عاوز اقول لك ان بينما كان ابراهام لينكولن واقف بيخطب خطبته في الكونجرس، تم اغتياله على ايد ممثل اسمه جون ويليكس. يعني يا جماعه يا امريكان، لا تعيرني ولا عايرك، بتقولوا مش عارف مين قتل السيسي والقذافي، ما انتوا كمان قتلين ابراهام ولا ايه يا جماعه؟ عاوز الاخ احمد موسى يطلع بقى يطالب بمحاكمه الناس اللي قتلوا ابراهام ولا قتلوا كينيدي، مش كده ولا ايه يا احمد؟ ربنا يوفقه بقى، يطلع اي حد يقول لك ايه الجنوبيين إرهابيين على وزن الإخوان إرهابيين. نشوفكم بكرة إن شاء الله وحلقة جديدة من كلمتين ونص.